دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. ضبط تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وكريستال. الأردن ينفذ تمرينا بحريا مشتركا مع فرنسا. الضريبة تنهي متطلبات سحب جوائز فواتيري. المعاصر تدعو للتريث بقطف الزيتون وتحذر من الشراء عبر مواقع التواصل. الصحة تطلق خدمات إلكترونية جديدة للتأمين الصحي المدني. الصبيحي تأمين صحي الضمان المقترح يتعارض مع المعايير الدولية. الأردن يشارك بتمرين أمني ضمن استعدادات كأس العالم. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.